أول نقطة في الإيمان أن الله سبحانه وتعالى فطرنا، جبلنا، برمجنا، تعبير معاصر، ولفنا على منهجه، أمرك بالصدق تحب الصدق، أمرك بالأمانة تحب الأمانة، لذلك قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الفطرة. أكبر إنجاز أن نفسك ترتاح لمنهج الله، ترتاح لأوامر الله، تتألم لو فعلت شيئاً يخالف منهج الله. لذلك أروع كلمة في القرآن يأمرهم بالمعروف. ما معنى معروف؟ يعني معروف، من يعرفه؟ أي إنسان، الفطرة السليمة تعرفه، الفطرة السليمة تعرفه. لذلك قالوا: المعروف ما عرفته الفطر السليمة ابتداءً، والمنكر ما أنكرته الفطر السليمة ابتداءً.